المتابعة. تنضم إلينا من المحافظة الجنوبية مراسلتنا إسلام أزعنون. إسلام، أي تداعيات محتملة على هذه القرارات المتعلقة بالموظفين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا؟ في البداية أهلا بك خميس وبالمشاهدين. بالفعل نحن نتواجد الآن في المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مدينة غزة بالتحديد. يتواجد العشرات من الموظفين الذين تلقوا اليوم خبر أو نبأ إنهاء عملهم أو وظيفتهم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. تقريبا 125 موظف تم إنهاء عمله في 31 من الشهر المقبل، سينتهي عمله تماما في الأونروا، و600 أو نحو 600 موظف هم أحيلوا إلى بند العقود الجزئية والأعمال الجزئية إلى أن تنتهي نهاية هذا العام. هنا الاحتجاج كما ترى خميس والمشاهدين له 3 أيام مبيت في هذا المكان للمطالبة بحقوقهم، ولكن عقب وفي أعقاب الاحتجاج الأضخم الذي كان بالأمس صباح هذا اليوم نفذ القرار بفصل هؤلاء الموظفين الذين منهم يعني ينتمون لهذا العمل منذ عشرات السنين، وأيضا منهم مدة بسيطة، ولكن هذا الأمر سيحيلهم إلى مصافي البطالة كما أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وبالتالي سيحيل قطاع غزة إلى أزمات جديدة وكوارث جديدة. أيضا اتحاد موظفي الأونروا قام بصولات وجولات مع مدير عمليات الأونروا واجتماعات متكررة لإنقاذ هذه الحالة، لكن الأمر على ما يبدو نفذ. الاتحاد صعد من الخطوات الإجرائية والاحتجاجية على هذا القرار. غدا سيكون هناك إقفال لكافة المراكز التابعة للأونروا احتجاجا على هذه الخطوة التي أقدمت عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها بعد عدم إيفاء الولايات المتحدة بكل التزاماتها المالية. أيضا سيتم إغلاق كافة مكاتب رؤساء المناطق في كل مناطق قطاع غزة، وأيضا ستعطى للوكالة مدة من قبل الاتحاد 21 يوما. تلك الأيام ستكون فيها احتجاجات جزئية وأيضا إضرابات جزئية، ولكن بعد ذلك إذا لم تتمكن الأونروا من إعادة هؤلاء إلى عملهم سيكون هناك إضراب مفتوح لكافة الموظفين، مكافة موظفي الأونروا بشكل عام، ليس فقط على من هم تم إنهاء عملهم، ولكن كل الموظفين الذين يشكلون في قطاع غزة تقريبا 13,000 موظف في غزة. تقريبا هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة من مقر الوكالة الرئيس في مدينة غزة. المحافظة الجنوبية مراسلتنا إسلام مزعنون، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.